المغرب بحال باقي دول العالم يعني كنعيشوا هذا المشكل ديال الازمات ديال كورونا، هذه الجائحه الخطيره بزاف اللي كتخص العباد الله وكتسبب المشاكل الصحيه. جمعيه الشابي وجمعيه اساس السترونج فكروا باش يديروا هذه الحائطيه باش نشكروا الناس اللي كيخدموا لصالحنا، الاطباء والناس ديال التعليم والامن الوطني والوقايه المدنيه وكل الناس اللي كيساهموا وكيضحوا من الجهد ديالهم من اجل الشعب باش ما يتصابوش وما يمرضوش بالكورونا. وكما شفتوا هاد الجداريه هاد الرسم اللي في الحيط رحنا راسمين فيه الاطباء والبوليس والناس ديال الوقايه المدنيه والفلاحه والاستاذ باش نشكرهم ونقدموا لهم جزيل الشكر لانهم كيقوموا بواحد المجهود على قبلنا حنايا على قبل المواطن. وهكذا خاصنا نحترموا النصائح اللي كيقولوا لنا ونديروا بالنصائح اللي كيقولوا لنا. راه ما كيقولوا لنا ودي ابقى في الدار، راه ماشي بغاونا نبقاو في الدار، بغاونا نبقاو في الدار باش ما نتصابوش، باش المواطن ما يتصابش باش مرض خايب ويوقع ليه المشكل ديال المرض وعاد يولي جري. اللهم خاصو يبقى في الدار حسن ليه. هاد اللوحه هذه كما شفتوا فيها الطبيب وفيها الناس ديال الامن الوطني يعني البوليس وفيها الوقايه وفيها جميع الناس اللي خدامين كيخدموا بالليل وبالنهار من اجل احنا من اجل الشعب باش ما يتصابش بهذا المرض هذا. واللوحه الثانيه فيها الله الشعار ديال المملكه ديالنا اللي هو الله الوطن الملك. واللوحه الثالثه هي فيها واحد لوحه سترونجيه يعني ذا سترونج، كاين طبيب كيلعب مع كورونا ولا بد ان شاء الله هذاك الطبيب غادي ينتصر يعني باش يعني من غير ينتصر على كورونا راه يعني المغرب الشعب ديالو الا طبق النصائح احنا غادي ننتصروا عليها ان شاء الله، وان شاء الله غادي ننتصروا عليها باذن الله الكريم. هذه اللوحه هذه راه حنا رسمناها باش نشكروا هاد الناس هذو اللي كيخدموا على قبلنا باش نقدموا لهم الشكر ونقول لهم راه حنا حسينا بكم وكنشكركم وكنحبكم لانكم كتقوموا بواحد المجهود كبير من اجل الشعب المغربي. وكذلك كنشكروا صاحب الجلاله الملك الملك محمد السادس نصره الله على المجهود اللي قام به وضحى بالاقتصاد ديال البلاد من اجلنا احنا من اجل الشعب المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.